أحيانا ومع كثرة ضغوطات وتحديات العمل يكون الموظف بحاجة إلى يد ترشده لاتخاذ القرارات المناسبة للتقدم مهنيا بما يلائم مستقبله ويحقق الراحة له ويحقق أحلامه. ولهذا تعتمد الشركات الكبرى على توظيف مرشدين للموظفين، وظيفتهم مساعدة الموظفين على اتخاذ قرارات مصيرية وضمان راحتهم النفسية. وفقا للينكدين فإن 94% من الموظفين قد يبقون في شركاتهم لوقت أطول إن كان لديهم نظام إرشاد وتعليم. ويسعدنا أن أستضيف الآن هنا في الاستوديو سحر هنيدي بالمر، وهي مرشدة حياة في شركة سحر هنيدي. أهلا وسهلا فيك سحر. أهلا سبعة، شكرا لك. شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا. خلينا نبلش نحكي كيف وجود أو عندما تقوم الشركات بتأمين مرشدين للموظفين. نحن طبعا نحكي على موظفين بكل مراحل التوظيف من الصغير للكبير. كيف يساهم ذلك ب ربحية الشركة وأداء متميز لها؟ أهم وأغلى ثروة لأي شركة هي الموظف، لأنه إذا الموظف بيكون درجة أدائه عالية بيقدروا إنهم يستغلوه يرقوه، رح يتعود على هالشركة، رح يتعود على ثقافة الشركة، فهي ثروة تنمى بدل من إنه يعني turn over، واحد يطلع واحد يدخل. فأهم شيء نفسية الإنسان حتى يقدر إنه يكون أدائه بدرجة عالية. فالمنتور بيساعد الشخص إنه يستخرج كل مواهبه وقدراته، هذا أهم إشي حتى يقدر يخدم هاي الشركة، بس بنفس الوقت يكون سعيد في مجال عمله حتى يقدر إنه يستمر. ومن هون بتيجي الربح، لأنه إذا في موتيفيشن، تحفز إنه أنا أعمل أفضل شيء بوظيفتي، معناته أنا رح أعطي أكتر للشركة، بالتالي الأداء عالي، وبالتالي بالنهاية يعني الأرباح بتكون أعلى. هلا عادة الإكزيكتيف كوتش بيشتغل أو المرشد في الشركات بيشتغل مع الموظف على نفسيته وشخصيته، لكن أيضا قديش في ضرورة يكون في عنده معرفة واطلاع على نوع العمل؟ هلا في فرق بين المنتور وبين الكوتش. الكوتش له أهداف معينة، الموظف بيكون عنده أهداف معينة، التنين بتقابل وبيساعده. الفرق بين المرشد وبين الكوتش إنه المرشد أو المنتور هو شخص عنده خبرة في مجال معين أو مجال عام في الحياة أو في العمل، فالمرشد بيساعد إنه ينور الطريق للموظف على أساس إنه ما يتعب بس يكون ملهم حتى يقدر يستمر بهاي الرحلة. فالمرشد لازم يكون في عنده خبرة hands on، يعني خبرة عملية اللي يقدر يستفيد منها طالب التدريب. فمن هون بيجي الفرق. فخبرة المرشد هي اللي بتعطي أو بتكون مجدية، لأنه أنا مرقت مثلاً بنفس هذا الطريق، إذن بقدر أساعدك كيف تمرقي بهذا الطريق. فبالأغلب ممكن المرشد يكون زميل أو المرشد من خارج عادة الشركة. ممكن الاثنين، يعني في كتير شركات عمل عندهم مرشد بزنس منتور. بزنس منتور عادة بيكون من قلب الشركة أو من شخص عنده خبرة في نفس هذا المجال، بس بيقدر إنه يساعدك أنت كفرد. هلأ لما الشركات بيكون عندها مرشد هذا إشي تاني، بيكون مثلاً في جروب، مجموعة أنت بدك تنميها، يمكن هاي المجموعة ترقت، ممكن إنها تستلم وظائف أكبر، خاصة هلأ طبيعة العمل تغيرت. فمعظم الشركات بدهم diversity، خبرات متعددة مقابل تخصص مثلا، فبكونوا معنويا مش مستعدين لهذا الشيء، يعني يمكن عندهم قدرات مهارية في المهارات بس ما في قدرات إنسانية، تعامل مع الناس، قدرات قيادية مثلا. هاي الأمور المرشد بقدر يساعد فيها. وشو هي مقومات المرشد نفسه؟ الخبرة أولا، والثقة إنه يكون في له سمعة ويكون هو محقق هذا المجال أو ماشي فيه نفسه، لأنه كيف ممكن أنت تثقي فيه في أغلى إشي عندك إذا هو ما عنده هاي الخبرة؟ أحيانا في صعوبة الناس أنها تقدر تفتح لبعضها، خاصة بمكان عمل. يعني أنا ممكن أقعد مع صديقة لإلي وناخد فنجان قهوة ونتحدث على أمور خاصة بتخصني، أو أني أظهر لها بإني vulnerable، يعني بإنه عندي نقاط ضعف، أو أني أكشف مثلا شخصيتي، أكشف مخاوفي لهالمنتر. لكن بمكان العمل هذا الشيء بيصير أصعب، فكيف ممكن إنه واحد صحيح بس هو سبا يعني الحواجب. هي مش جلسة نفسية، هذا بدنا نوصل له. مش جلسة نفسية، لأنه أنت مش بتعالجي بصورة طبية، ولكن أنت بتحاولي إنك تستخرجي أفضل ما في هذا الإنسان حتى يقدر إنه يستمر بعمله. فالتركيز على المرشد إنه هو يكون عنده قابلية إنه يحفز أو يلهم اللي أمامه حتى يقدر يطلع منه قد ما بيقدر. بس كمان لازم يكون في
يعني الإنسان بالنهاية هو إنسان. الإنسان من إيش مكون؟ جسد، عاطفة، فكر، منظومة فكر وأفعال. فأنت كل هاي الأربع عوامل لازم تكون شغالة مع بعض، otherwise هذا الإنسان مش ممكن أنه يقوم بأدائه كما يجب. فبدها شوية وعي من الطرفين وتتحدد أهداف أنه أنا برشدك في إيش، ما نخرج عن هذا النطاق. سحر هنيدي، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا.